ايمن يحيى وعبد الرزاق. كرة ملعوبة، هذه نقلة جميلة في نص الملعب، الخيبري جميلة، لعبة للأمام، هذه كرة رايحة للنصر، محاولة 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 محاولة، جول جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، برافو برافو برافو، الله الله الله، عاد لكم الخياسي، عاد لكم الهداف، عاد لكم قبل نهاية 2020، عاد لكم حمد الله، عاد من يعشق الشباك بلمسة واحدة، كورة جميلة، نقل الخيبري لأيمن، نقلة كانت جميلة، الانتظار، اللمسة، وحكم المباراة يقول راية وتسلل، راية وتسلل، راية الحكم، راية الأسماء اللي عندها الارتقاء، ركلة الزاوية على الثواني الأخيرة، لعبها عند القائم القريب، مرة ثانية لكويكبي، لعب العرضية العالية، تحولت بالراس، خطيرة وما يكون، تدخل وهجمة مرتدة، هجمة مرتدة، آخر الثواني، راحل الآن أسامة الخلف وعدت إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية التماس. مطالبة كانت بخطأ. أوه أوه، شوف شوف شوف، هذه تسديد الثواني الأخير، في أكثر من خطأ في اللقطة الماضية، محمد نحيد راح يروح إلى حديث الفي اي آر، ماذا يقول وما هو القرار على نهاية شوط المباراة الأول؟ مايكون في الديربي كان تسبب بركلة جزاء، تقريبا مشابهة بنفس الطريقة، كان لاعب الهلال سدد، هو وضع قدمه، الآن حكم المباراة راح يروح إلى تقنية الفار، وما هو القرار يا محمد نحيت؟ محمد الحيد حكم المباراة، يذهب إلى تقنية الفار على آخر ثواني المباراة، يمدد الوقت فقط إذا كان هناك ركلة جزاء، إذا كان هناك ركلة جزاء، بعيدا عن الوقت، هو الحالة الوحيدة اللي مدد فيها الوقت إذا كان هناك قرار، هذه قدم في القدم، والقرار ماذا سيكون؟ ما هو القرار يا محمد الحيد؟ محمد الحيد راح يتأنى، ينتظر، يشاهد، شوف الحكم يقول له، يقول له فيها فيها، محمد نحيت راح وأعطى القرار، والقرار ركلة جزاء، ركلة جزاء للاتفاق، ركلة جزاء للاتفاق، وبطاقة صفراء، وبحارس المرمى فيليب كيش، فيليب كيش، نعم هدف أول للاتفاق، هدف أول للكوماندوز، جول فيليب كيش، هدف أول لفارس الدهناء، الله على الاتفاق، هنا سجدة الشكر لخالد العطوي، هدف لفارس الدهناء، فيليب كيش لا يخطئ الشباك أبدا، وعلى النهاية هكذا يكون السيناريو، هنا وقع في المحظور هذا البرازيلي مايكل، وهنا فيليب كيش لا يخطئ الشباك، وضعها بكل هدوء وبكل قوة وبكل ثقة. شوط المباراة الأول أحبتي الكرام ينتهي اتفاقيا لعبا ونتيجة، الاتفاق وخالد العطوي، هنا الآن يحق لك فايز السبيعي على رشفات من الماء يأخذها 1-0 وعلى هدف فيليب كيش. مشاهدينا الكرام، أعلن حكم المباراة كل نهاية هذه المباراة، شوط المباراة الأول، نعود بالكلمة والصوت إلى الزميل العزيز عبد العزيز، لعبها من نص الملعب، سوزا البرازيلي يغير الاتجاه لدوكارا، لكن الكوري يتدخل، محاولة مرة ثانية من الكويزي للكويكبي داخل منطقة الجزاء، تقدم الكويكبي، دخل الكويكبي، موه الكويكبي، عرض الكويكبي، تسديدة، الله الله، يا روعة الاتفاق، يا للروعة يا للروعة يا للروعة، الله على زمانك يا اتفاق، الله على ذكريات الاتفاق، الله على لعبة لعبة مرسومة 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 مرسومة، وين راحت وين راحت؟ شوف الكويكبي هو من صنعها بمهارته بمهارته بمهارته، الله على السليتي، اليوم روقان يا السليتي، اليوم روقان على السليتي، الله 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 الله، الله.
لا مواخذة يا النصر، حضر النواخذة في هذه الأمسية. الله على طلقة تونسية رائعة جدا، روعة الكويكبي في التمرير، ويا روعة نعيم، روعة نعيم على الكرة. راحت وين؟ راحت بالزاوية الصعبة على برادلي جونز. جول مرابط على اليمين، على اليمين مرابط، لعب الكرة العرضية وشالها كارول، خالع أيضا الرئيس من الخطأ. مرة ثانية يرجع، مرة ثانية ما يكون ياخذ الكرة. النصر الآن يريد أن يحاصر الاتفاق حتى يحصل على هدف أول، إن سمح له الاتفاق. يلعب الكرة على اليمين، محاولة نقلة للأمام، للأمام خطيرة للنصر، وأبعدها لاعب فريق الاتفاق إلى خارج أرضية الملعب. وحكم المباراة محمد الحيد يتحدث على أنه سامي النجعي اللاعب البديل واقع على أرضية الملعب. ألف سلامة لسامي النجعي في اشتراكه مع فيليب كيش. ألف سلامة محمد الحيد. خالد الطريس يتكلم معاك شوية على تقنية الفار، وعماد عسكر المساعد معاه في تقنية الفار يقول له شوية خذ من عندي بهذه الكلمات إن أردت أن تذهب إلى 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 اللقطة. هذا سامي النجعي، لعب في المنتخبات السعودية سامي النجعي، ولعب مع خالد العطوي أيضا، درب خالد العطوي لما كان مدرب لمنتخب الشباب اللي كان يقوده خالد العطوي، اللي وصلنا إلى نهائيات الكأس وبطولة آسيا. هذا روي فيتوريا يتحدث على أن هناك خطأ، على أن هناك خطأ داخل منطقة الجزاء، لكن محمد الحيد الحكم لا زال يتحدث ويذهب إلى تقنية الفار. خالد طريس قال تفضل بنفسك، شوف اللقطة وبالتالي القرار. نعم أحيانا يقول لك أن المباريات تهدأ قليلا مع عودة الحكم وأخذ الوقت، لكن في النهاية تمثل لنا جانب العدالة. احتسب ركلة الجزاء عبر تقنية الفار محمد الفار في محمد النحيد في شوط المباراة الأول. هذه اليد اللي موجودة والقرار يبقى لي عملية الإهمال، هي اليد في عملية الإهمال. الحكم يروح ينظر شوية محمد الحيد على القرار. شوف هذه اللعبة من بدايتها ياخذ اللعبة من بدايتها، وحكم المباراة يتروى شوي يقول هل هناك خطأ لرئيس بولحي، هل هناك ركلة جزاء لسامي النجعي، لكن راح يحافظ على الخطأ الأول. إن كان احتسب الكرة الأولى محمد الحيد راح وعطى قرار وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق النصر، ركلة جزاء احتسبها محمد الحيد كما احتسبها في شوط المباراة الأول. النصر الآن عنده ركلة جزاء. عبد الرزاق حمد الله هل يسجل أول أهدافه؟ بطاقة صفراء على فيليب كيش بطاقة صفراء، استخدام اليد باللقطة الأخيرة، واحتسب محمد النحيد ركلة الجزاء، ركلة جزاء للنصر. يقترب الآن النصر، يقترب فارس نجد، يقرب المسافة، يقترب على نقطة الجزاء. أول أهدافك إن كان ذلك في الدوري السعودي هذا الموسم، الهداف عبد الرزاق. أوهو، العامل نفسي ابدا، ما هي تسديدات عبد الرزاق حمد الله، عملها في مباراة ابها بنفس الطريقة. لا والله ما هو فني ابدا عبد الرزاق حمد الله، وعينه ما صلت ابدا للمرة الثانية بنفس الطريقة بنفس الاسلوب، لعبها بنفس القوة بنفس الطريقة مرة ثانية. العبيد لعب كرة جميلة، أيمن في الاستلام، يحيى حاول، لعب الكرة، جول أول للنصر، هدف أول للنصر،
جول بلمسة لكنه متأخر. سامي النجعي البديل سجل جول النصر الأول. قلنا النصر لو سجل هدف سيطمع في المباراة، سيطمع في المباراة. شوف التمريرة من أيمن يحيى، وصل الآن سامي النجعي، وضع الكرة بشكل رائع وجميل. البديل هذا أيمن انتظر، لعب بالمهارة الجميلة وسجل اللاعب البديل، البديل سامي النجعي، البديل سامي النجعي، هدف أول. 2-1 2-1 على الدقائق الأخيرة. يلا الوقت الأخير، عبد الرزاق حمد الله راح يلعب ركلة الجزاء. عبد الرزاق حمد الله أمام حارس المرمى رايسون بولحي، كان الأول مطمئنين لما شوت عبد الرزاق حمد الله. جول! نعم إنها النهاية، أنت البداية وأنت النهاية. عاد الهداف، عاد في أول أهدافه، عاد إلى مغازلة الشباك، عاد إلى من يعشق الشباك، عاد إلى من تعشقه كل الشباك. عاد يا سادة يا كرام، عاد عبد الرزاق حمد الله. ومن نقطة الجزاء قال نعم أضعت، لكن بهذه الروقة، بهذا الروقان، بهذه الطريقة يسجل عبد الرزاق. يا لبرود أعصابك، أخذت معاك أيضا روي فيتوريا على الكرة الأخيرة. يا لها من إثارة، لم يفز الاتفاق ولم يفز النصر.